البسبوسه اييه تفضلي فيها ثلاثة البيضات اييه فيها كاس تاع العلبة تاع الزيت اييه وفيها 170 غرام تاع السنيدة فيها خميرة ونص تاع الحلوة اييه وفيها واحد ياغورت طبيعي وفيها ربع السنيدة رقيقة فمية غرام تاع الشعرية رقيقة هذيك كنديرو الصفة اييه هذيك رقيقة واخا هذيك الصفة هذيك الشعرية الصفة تشديها تحمريها تحمرها فوق البوطة تديرها فوق شي مقلة ثقيلة باش ما تحرقش وتحمر مزيان فاش تحمرها تشديها تهرمشيها اييه مفهوم كتهرمشيها مزيان فاش تهرمشيها اللي كتشدي هادشي كامل كتخلطيه تضربي ثلاثة البيضات مع مع السميدة وتزيدي لها الزيت وتزيدي لها داك ياغور طبيعي ولي تزيدي السميدة مع الخميرة إيه وتنشد أنا حتى عندي مول تاع الجاج تقيل المول تاع الجاج تيبين البسبوسة كنشدو تندهنو مزيان بالزبدة وتنشد الكوك وترشو بالكوك من تحت تنخوي البسبوسة وتندخلها للفران اييه لوقيتي كتخرج من الفران تندير ليها السيرو ديالها السيرو ديالها وتشوف شي يشرب خاصة تشرب مزيان خلاها تا نهار لاخر نهار لاخر اللي كنشد هاديك هاديك السكالة ديال الكريمة ديال الحامض اييه ولا تاعت البرتقال اما تاعت الحامض اما تاعت اما تاعت الليمون دابا مع كاين الماندارين دابا اييه فعلا تستافدو منو هاديك كلشي العيالات عارفين الطريقة ديال تديري كاس تاع الليمون وتديري معاه معلقة تاع السنيدة ومعلقة ديال الكنشة وتتخلطيهم مزيان تدير معاك القشرة تاع الليمون أو الحامض وتعيد حدا بين دارت الحامض تزيد معاها نص كاس تاع الماء إيه نص كاس تاع الحامض دير معاه نص كاس تاع الماء ودير معاه جوج تاع الأربعة تاع العواشق تاع السنيدة ومعلقة تاع الكنشة مبغيناش حنا يجي تقيل بزاف لقيت النهار الآخر اللي فاش تخرجها من التلاجة تكون باردة تتشد هذاك الخليط تحول فوق منها إيه تخوي فوق منه هذيك الشعرية تاعي راه خلاص من هذيك الشعرية الرقيقة اللي حمرناها واللي فتكناها هرسناها تاهي تدخلها وسط الخليط وسط البسبوسة اييه مع الخليط تدخلها هذيك وين تتشدي هذاك هذيك الكريمة اللي درتيها تتخويها فوق منها تخويها فوق منها وتزينيها باش اللي بغيتي تزينيها باللوز مرمش انت في حالة الا ما بغاتش كاع المرض دير فوق منها لا كريمة لا والو لقيت اللي كتخرج من الفران تخويها عليها السيرو تتشدها تتقسمها تتقطعها تديرها مرصوات وتخليها تنغدلي نغدي تشد الكوفيتير كوفيتير اي كوفيتير اي نوع اييه فعلا ما داخل اللي بغات شوت الماء باش يكون سائل وتدهنو بها دهنو بها مزيان وتشد رقائق فلوس اييه تحمرهم وتتزين بها كل مربى تتزين به بفئة تاع اييه باللوز اييه باللوز بصح الله يعطيك الصحة الله يعطيك الصحة تجي زوينة بزاف تبارك الله عليك تجي زوينة هذه